السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي مجددا في فيديو جديد ودرس جديد من دروس السنة التالتة إعدادي، ألا وهو درس المعلم في المستوى. إذا بالنسبة للمعلم في المستوى، فمجموع الفقرات اللي خاصة بهذا الدرس هذا في السنة التالتة إعدادي فهي: أولا غنشوفوا شنو هو المعلم في المستوى، مفهوم معلم في المستوى. ثم ثانيا غنشوفوا شنو هما إحداثيتي نقطة في معلم. ثم ثالثا بعد إحداثيتي نقطة غنشوفوا كيف يمكن تحديد إحداثيتي متجهة، ثم نحدد المسافة بين نقطتين، ثم أخيرا نحدد إحداثيتي منتصف قطعة. ولا إذا هادو هما الفقرات اللي داخلين في الدرس ديال المعلم في المستوى ديال سنة ثالثة إعدادي. إذا غادي نحاولوا نفصلوا كل حاجة فيهم بوحدة. غنبداو أولا بمفهوم المعلم في المستوى. باش نفهمو مزيان مفهوم المعلم في المستوى، كيخصنا نكونوا عارفين ما يسمى ب المستقيم المدرج. اذا غادي نحاولوا نذكروا شي شويه بداكشي اللي المفروض خص التلميذ يكون كيعرفوه في المستقيم المدرج. اذا شكون هو المستقيم المدرج؟ باش نهضر على مستقيم مدرج كيخص يتحققوا ليا بعدا ثلاثه ديال الشروط عاد يمكن ليا نهضر على مستقيم مدرج. شكون هما هاد الشروط هادو؟ هما اولا الاصل اللي هو نقطه الصفر، ثانيا تدريجة أو الوحدة تدريجة، ثالثا السهم اللي كيتسمى اتجاه الأعداد الموجبة اللي كنعبرو عليه بواحد السهم اللي كيكون عندنا. إذا غنحقق هاد الشيء على هاد المستقيم المدرج اللي عندي. مثلا غنوضع الصفر هنايا، الواحد هنايا، وملي كنوضع التدريجة، علاش التدريجة الأولى مهمة جدا؟ علاش؟ لأن على أساسها غندرجوه المستقيم المدرج كامل. إذا إلا بغيت مثلا اثنان غناخد نفس المسافة اللي عندي هنايا، بغيت ثلاثة ناخدها عاوتاني ثلاثة المرات إلى آخره. إذا الصفر والتدريجة والسهم اللي هو هذا. علاش هاد السهم هذا مهم؟ لأنه كيعبر لي على اتجاه الأعداد الموجبة، يعني قداش ما مشينا في اتجاه السهم قداش ما الاعداد ديالنا كيكبروا. اذا هذا مفهوم مستقيم مدرج. اذا الى جيت نهضر على معلم، فالمعلم هو عباره عن مستقيمين مدرجين متقاطعين. مثلا هذا المستقيم المدرج هذا هكا، وهذا المستقيم المدرج هذا. اذا غادي نحاولوا نكملوهم على اساس مستقيم مدرج بحال مثلا هذا الشكل هذا. إذا شنو غتلاحظوا معايا؟ هذا غادي يتسمى واحد المعلم. علاش؟ لأنه عبارة عن مستقيمين متقاطعين وأكيد عندهم نفس الأصل. إذا هذا معلم بصفة عامة. فالمعلم اللي كنهضروا عليه حنايا كسنة ثالثة ماشي هو هذا، في الغالب كيكون عندي معلم بحال هكا. هنا إذا هذا شنو غتلاحظوا معايا؟ شنو الاختلاف بينه وبين اللي سبقوا؟ ان هاد المستقيمين هادو المدرجين فهما متعامدين، وبالتالي هاد المعلم في هاد الحاله هادي كيتسمى معلم متعامد. اذا معلم متعامد شكون هو؟ هو مستقيمين مدرجين عندهم نفس الاصل. اذا ما نساوش ان فاش يكون عندي مستقيم مدرج راه ضروري قلنا انه ما خصني تكون عنده وحده. اذا هذا المستقيم المدرج الاول خديت الوحده ديالو هي هذه، وهذا المستقيم المدرج الثاني خديت الوحده ديالو هي هذه. اذا اكيد في هذه الحاله هذه كنقولوا هذا عندنا عباره عن معلم متعامد. في حاله اذا كانوا عندي مثلا غناخذ الوحده ديال المستقيم الاول ما غناخذهاش هنا، وانما غناخذها هي نفس الوحده هنا اللي هي 1 سنتيمتر مثلا، غناخذها هي هذه، بحيث هذه المسافه هذه هي 1 سنتيمتر، هي هذه المسافه هذه. فوالا، في هذه الحالة هذه هذا كيتسمى ليا معلم متعامد. غنزيد عليها ممنظم. ممنظم بالفرنسي كيتسمى ان روبير اورتونورمي. اورتونورمي
اذا هذا هو المعلم اللي كنتعاملوا به في سنه ثالثه اعدادي. على هذا المعلم هذا اللي سبقنا وقلنا انه عباره عن سميناه معلم متعامد منظم، فغنلاحظوا انه عندي كيتكون ليا من مستقيمين. اذا هذا المستقيم المدرج الاول اللي كيكون افقي فكنسميوه محور الافاصيل. ما نساوش ملي جات التسميه ما نساوش انه اصلا كنا كنعرفوا المستقيم مدرج، وملي يقول لك مثلا النقطه ا جايه هنايا كنكتبوا ا، وهنايا كنكتبوا اكس ا. هاد اكس ا هذا شنو كان كيتسمى؟ كان كيتسمى افصول النقطه ا. ولاش كان كيرمز لنا شنو هو مفهوم الافصول؟ كان كنا كنعرفوا ان الافصول هو العدد الذي يمثل النقطه على المستقيم المدرج. مثلا في هذه الحاله هذه اكس ا كيساوي 3، اذا نقول افصول النقطه ا هو 3. علاش؟ حيت ا جايه في النقطه 3، اذا هذا هو الافصول ديالها، وبالتالي هذا كيتسمى محور الافاصيل. بالنسبه للمستقيم الثاني كيخصنا نعطيه حتى هو اسم اللي كيعبر عليه، وهو محور الاراتيب. اذا كما الافاصيل جمع افصول، لانه كل نقطه كيكون عندها افصول، حتى الاراتيب حتى هي جمع ارطوب. اذا هذا المعلم كل ما يمكننا نعرفه على المعلم المتعامد المنظم، مع محور الافاصيل مع محور الاراتيب الى اخره. اذا دابا غادي نجيو للمساله الثانيه اللي هي مثلا النقطه الاحداثيه ديال النقطه. الا حطيت النقطه واحد النقطه ا مثلا هنايا، فشنو غادي نلاحظ؟ غنلاحظ انه ا غيكون عندها واحد العدد يمثلها على المحور الاول، وعندها عدد يمثلها على المحور الثاني. حنا ما نساوش انه المعلم ديالنا راه سميتو معلم متعامد. اذا شنو غادي نديرو؟ غناخدو هاد النقطه ا وغادي نحاولو نسقطوها بشكل عمودي، يعني غادي نديرو فوالا اسقاط عمودي، بحيث هنايا عندي زاويه قائمه، اسقاط عمودي على محور الافاصيل غيعطيني الافصول ديال النقطه ا، غنرمزو ليه باكس ا. اذا الافصول ا هو النقطه، هو العدد الذي يمثله على محور الافاصيل. من بعد ما نسقطوا النقطه ا على محور الافاصيل، غادي ناخذ عاوتاني نسقط النقطه على محور الاراتيب، غتعطيني واحد النقطه اولا واحد العدد في محور الاراتيب مثلا اللي غادي ناخذوه هو هذا، غنسميوه ارطوب ا، وغنرمزو له بايكراغ ا. اذا سمينا هذا اكس ا اللي هو افصول ا، غنسميو هذا ايكراغ ا اللي هو ارطوب نقطه ا. اذا شنو غنلاحظوا؟ غنلاحظوا كل نقطه، وهنا اخذناها كمثال، اذا كل نقطه من المستوى غيكون عندها افصول وعندها ارطوب، فهمنا؟ اذا نقول ان النقطه ا احداثياتها هما اكس ا إيكغيك أ، هادو كيتسماو إحداثيات أ. إذا الإحداثيات شكون هما؟ هما الأفصول والأرطوب، يعني العدد الذي يمثل النقطة أ على محور الأفاصيل، والعدد الذي يمثلها على محور الأراتيب. إذا في هاد الحالة هادي فأ غيكون الإحداثيات ديالها عندنا، منين سقطنا على محور الأفاصيل لقينا هنايا واحد، دونك واحد. ومنين سقطنا على محور الاراتيب غنفترضوا مثلا هنايا ما مضبوطاش، ولكن المهم نفترضوا انها مثلا جوج. اذا نقول ان احداثيات النقطه ا هما واحد جوج. شنو اول مشكل غادي يطرا؟ اول مشكل هو انه ماشي باختيارنا نسبقوا اكس على ايكغ او ايكغ على اكس، فاحنا مجبرين هاد البلاصه الاولى هادي بالضروره كيكون فيها الافصول، ماشي باختيارنا، وهادي بالضروره كيكون فيها الارطوب. علاش؟ لان الا قلبناهم غنصدقوا في نقطه واحده اخرى، فالا قلبناهم غتولي ا جوج واحد، هادي واحد النقطه اخرى افصولها جوج وارطوبها واحد، تفهمنا؟ غنشؤوها من بعد ملي نوصلوا للمرحله الثانيه اللي هي الانشاء ديال واحد النقطه، لان ما تنساوش حنا هنا راه كنهضروا على واحد النقطه اللي عندنا ديجا الافصول ديالها وغير كنمثلو، اما هو ديجا كاين عندنا الافصول ديالها. اذا مثلا الا خديت واحد النقطه هنايا نسميها مثلا النقطه بي، غنحاولوا نشوفوا شكون هما الاحداثيات ديال هاد النقطه بي هادي. فباش نلقى الاحداثيات ديالها شنو غادي ندير؟ غادي نحاول ناخذ النقطه بي ونسقطها على محور الافاصيل. اكيد ملي كنقولوا نسقطها راه كنسقطوها بشكل عمودي، فهذا راه ما مضبوطش مزيان، ماشي عمودي 100%. غنحاولو نضبطوها
استعمال الكوس فوال. اذا هذه غتعطيني اكس بي. اذا كنسبقوا ديما هذا المحور هذا. اذا باش نلقى ايكغيك بي فغادي نحاول نسقط هذه النقطه هذه على محور الاراتي، غتعطيني هذه النقطه هذه هي ايكغيك بي، وبالتالي النقطه بي نكتب بي وفصلها اكس بي وغنحدد اكس بي شحال. اكيد باستعمال المسطره، فانا هنايا راني كنخدم بالمسطره غير ما بيناش تمايا. فدونك مثلا هنايا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة. ما تنساوش اكيد حاجه اللي ما يحتاجش نذكروا عليها نذكروا بها كنعرفوها من المستقيم المدرج، هو انه الاعداد اللي جايين فوق من الصفر غادي للسهم فهما اعداد موجبه، ولا غادي من الصفر لتحت فهما اعداد سالبه. نفس الشيء بالنسبه للمعلم على محور الافاصيل، اللي غادي من الصفر للسهم موجبه في العكس سالبه، على محور الاراتيب اللي غادي من الصفر للفوق في اتجاه السهم موجبه، ومن الصفر لتحت اعداد سالبه. اذا لاحظ معايا ان الاكس بي جايه في الجهه ديال الاعداد السالبه، وبالتالي نقول اكس بي افصولها ناقص 3 وارتبها غادي نحسبو ها ناقص 1. اذا في هذه الحاله هذه عندي ناقص 2 ارتبها ناقص 2، وبالتالي لقينا الاحداثيات ديال النقطه بي. ممكن يكون عندي العكس. اذا شنو هو العكس؟ العكس هو انني نعطيك معلم متعامد منظم اللي هو هذا، وغيكون السؤال شنو هو؟ هو انشئ نقط، بعض النقط مثلا في معلم متعامد منظم. مثلا نقولك انشئ نقطه ا ناقص 1.5 3، وانشئ نقطه ب مثلا ناقص 2 او زائد 2 وناقص مثلا 4. اذا غادي نحاولوا نمثلوا هاد النقط هادو على مستقيم مدرج، ونكمل بعدا على معلم ونكمل المعلم ديالي. غناخذ هنايا هو الواحد وهنايا هو الواحد، هذا معلم متعامد منظم، وما نساوش الصفر او الاو. تفهمنا؟ قبل ما ننشئ هاد النقط هادو او لا نهضر على هاد النقط هادو، عندي واحد المساله مهمه وكتبان لي اكثر في هاد النقطه ا. اذا فالافصول والارطول قلنا اننا كنقولوا ان النقطه ا عندها افصولها اكس ا، احداثيتها هما اكس ا ايكغيك ا، يعني افصولها اكس ا ايكغيكها اكس ا، باش كنفصلوا بيناتهم. لاحظ معايا انا فصلنا بيناتهم بنقطه فاصله، مهم جدا نقطه فاصله. علاش؟ غنعطيك هاد النقطه ا على ما كنهضروا 1.53. الا عطيتها لك بهذا الشكل فكي دير تعرف واش الافصول هو واحد والارطب هو 5.3، او الافصول هو 1.5 والارطب هو 3. علاش؟ حيت عندي فاصله فاصله. اذا واش هذه الفاصله المقصود منها انها كتعزل لنا افصول على الارطب، ولا المقصود منها عدد عشري؟ اذا هاد الشيء باش نفكوه كنفكوه بنقطه فاصله. من يدير هنا نقطه فاصله فصفر، انا حكمت كنهضر هنايا هذا على اكس وهذا على ايكغيك. اذا هذه واحد المساله مهمه جدا ما كيخصناش نغفلوها. دابا غادي نرجعوا للتمثيل ديال النقطه ا على مستقيم مدرج. اذا انا على معلم شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انا عندي في الافصول ديالها ناقص 1.5، فغادي نمشي ونحدد ناقص 1.5 على محور الافاصيل. اذا هنايا غناخذ هذه التدريجه هذه على محور الافاصيل، ها هي ناقص 1، وغادي نحدد ناقص 2 على اساس اش؟ باش ناخذ نص. اذا هذه النقطه هذه هي ناقص 1.5. الأرطب عندي فيها 3، إذا غنمشي للمحور الأراتيب، ها 2 و 3. دابا شنو غادي ندير؟ فين هي النقطة أ؟ ديما ما نساوش كنهضرو على معلم متعامد، يعني كنمشيو في كل شيء غير بالتعامد فقط. فشنو كندير؟ كنشأ المستقيم أكيد بخطوط متقطعة، حاولوا بداو تنشأو في الغالب ديما بخطوط متقطعة. غنشأ المستقيم المار من هاد النقطة هادي وعمودي، وغنشئ كذلك هنا المستقيم المار من 3 اللي هو الأرطب وعمودي. تفهمنا؟ إذا حتى هنا راه عمودي، التقاطع ديالهم هو اللي غيعطيني النقطة أ إحداثيتها 1.5 أو ناقص 1.53. هذا بالنسبة للنقطة الأولى النقطة أ. غادي ندوز للنقطة الثانية بي، إحداثيتها جوج ناقص 4. إذا غنبدا بجوج هي الأولى على محور الأفاصيل، ها واحد ها جوج.
وناقص 4 على محور الأراتيب، ناقص 1، ناقص 2، ناقص 3، وناقص 4. فوالا. وبنفس الشكل غادي نحاول ندير المستقيم اللي غيمر ليا من الاثنان وعمودي. فوالا، هذه الاثنان، وغادي ندير كذلك المستقيم اللي غيمر ليا من هذا ناقص 4 وعمودي. فوالا، هذه ناقص 4 وعموديه. التعامدات هادو ما محتاجينش نتوما هاد العلامات التعامد، ما محتاجينش تبداو ديروهم، انا كنبينها لكم باش ما تنساش ديما اننا كنمشيو بالتعامد. علاش المشكل اللي كيطرى شنو هو؟ انه التلميذ كيبقى ديما كيتبع التدريجات ديال الدفتر، من نهار ملي كيجي مثلا في الورقه الموحد فراه ما كتكونش فيها مربعات، كيكونوا فيها بحال الصفحه فاش انا قدام دابا تماما، كيكونوا فيها خطوط افقيه ولكن ما كيكونوش الخطوط العموديه. يعني ضروري التلميذ خصو ما ينساش اننا باش تنشؤوا الاحداثيات فاننا راه حنا كناخذوا التعامد، يعني راه غادي يخدم بالكوس ديالو. دونك هذا بالنسبه للاحداثيات نقطه. غادي نجي لما يسمى باحداثيات متجهه. فاشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا اولا اننا ننشؤوا معلم متعامد منظم، وعلى هذا المعلم المتعامد المنظم هذا غادي نحاولوا ناخذوا واحد المتجهه. اذا هذا معلم متعامد منظم، غناخذ الاصل والتدريجة على المحور الاول وتدريجة على المحور الثاني والاسهم ديالي. فمثلا غادي نحاول ناخذ نقطه ا هنايا، فوالا هذه النقطه ا، ونحاول ناخذ النقطه ب هنايا مثلا، فوالا. ولا نزيد 4، حاولت انني ناخذ غير باش ناخذ الاعداد شويه مضبوطين باش التلميذ يفهم شنو كنديرو. فوالا، وهذه النقطه بي، ولا خدينا نقطه ا ونقطه بي ف هذه غتكون المتجهه ا بي. فوالا، اذا ها هي المتجهه ا بي ديالنا. ما نساوش كما قلنا هذه النقطه هذه هي اكس ا، وهذه النقطه هذه هي اكس بي، هذه النقطه هذه ايغريك ا، وهذه النقطه هذه ايغريك بي. فاول حاجه غادي نديروها غادي نحاولوا اننا هنايا مثلا غادي نحاولوا نحددوا هذه الاحداثيات. شحال اكس ا؟ غلاحظوا انه واحد. وشحال ايغريك ا؟ غلاحظوا انه جوج. وبالنسبه لبي، اكس بي هو 1 2 3 4، وايغريك بي هو 3. فوالا. اذا شنو غادي ندير باش نحدد الافصول ديال هاد المتجهه هادي كلها؟ اش غتلاحظ معايا؟ هاد المتجهه باديه من النقطه ا، ناخذ لون اخر، باديه من النقطه ا وغاديه للنقطه بي. فشنو غتلاحظوا؟ انه افصول اي نقطه كاينه على المتجهه، ففين غادي يجي؟ غادي يجي ما بين اكس ا و اكس بي. ما يمكنش افصول يخرج لهاد الجهه، وما يمكنش افصول يكون قبل من افصول ا. اذا نقول ان الافصول ديال المتجهه ا بي كامله هما الا بغينا نقول الاعداد اللي منحصر ليا ما بين هادي بجوج، يعني هاد المسافه هادي اللي هي شكون هي؟ مثلا الا هنا قلت لكم شحال، غتقولوا لي ها تدريجه، ها جوج، ها ثلاثة. يعني ثلاثة، ثلاثة منين جات؟ جات من 4 ناقص 1. شكون هي 4؟ هي اكس بي ناقص شكون هو 1؟ اكس ا. يعني شنو درنا؟ خدينا الافصولين ودرنا الفرق ديالهم. اذا اكس بي ناقص اكس ا. الا جيت نهضر على الارتوب فغنلقى بلي عندي نفس الشيء. فلاحظ معايا انه ارتوب اي نقطه تنتمي فهو غادي يكون ما بين ايكغيك او ايكغيك بي. يعني كما الى بغينا نقولوا بين قوسين هاد المسافه هادي اللي هي شنو؟ اللي هي ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، اللي في هاد الحال لاحظ معايا هذا 3 وهذا 2 اللي هو 1. وبالتالي نقول ان افصول المتجهه ا بي او الاحداثيات المتجهه ا بي كنكتبوا ا بي وكنفتحوا قوس مباشره، ما كنكتبوش تساوي هنايا، راه التلاميذ كيكتبوها، كيكتبوش تساوي هنايا. شحال لقينا هنايا؟ اكس بي في الافصول اكس بي ناقص اكس ا، وفي الارتوب ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا.
هذه هي القاعدة باش نحسبو إحداثيات متجهة، هي هذه القاعدة. ولا إذن القاعدة كيخصها تحفظ ضروري ومؤكد. شنو الحاجة المهمة بزاف في هذه القاعدة؟ هذه هي، لاحظ معايا شنو عندي. مني قلت المتجهة أبي، فشنو عطتني؟ عطتني إكس بي، بس سبقنا بالطرف، ناقص عاد رجعنا لإكس أ. نفس الشيء إكراك بي عاد رجعنا لإكراك أ، يعني ضروري تبدأ بالطرف. يعني مثلا إلا قلت لك واحد المتجهة أم أن، وأنا نحسبو الإحداثية ديالها، فشنو غادي دير؟ غتشوف فين هو الطرف ديالها، هو أن، وبالتالي غتبدا به إكس أن، أن باردون إكس أن ناقص إكس أم، يعني أفصول طرف ناقص أفصول الأصل. و إكراك أن نفس الشيء ناقص إكراك أم، تفهمنا؟ وكتجي كتعوض هذا الشيء، تفهمنا؟ كتشوف تتعوض بإحداثيات أم وإحداثيات أن وإلى آخره. غناخدو مثال تو دو سويت. دونك هذا بالنسبة لإحداثيات متجهة، كما قلنا غنحاول ناخد مثال. إذا ممكن ناخد لك مثلا نقطة أو إحداثيتها 3 5، والنقطة F إحداثيتها مثلا 6 ناقص 4، ويكون السؤال هو حدد إحداثيات المتجهة أو F. كيفاش تنخدمو؟ الخدمة خصها تكون مضبوطة باش تنبدا. كنبدا بلدينا، لدينا اش كنكتب فيها؟ كنكتب فيها المعطيات. ديما لدينا كيكونوا فيها المعطيات، الحوايج اللي كنعرفوهم، و F 6 ناقص 4. هو ماشي غير هادشي اللي عندنا، عندنا شي حاجه اخرى كنعرفوها. شكون هو؟ هو القاعده العامه باش كنحسبوا احداثيات متجهه. اذا قلنا او اف كنبدا بالطرف اللي هي اكس اف ناقص اكس او، وكنمشي ايغريك اف بنفس الشكل ناقص ايغريك او. كنجي تنعوض او اف اكس اف، شحال عندي فينا هي اف؟ هي اف فينا هو اكس اف، هي 6، كنعوضها ناقص اكس او، ها هي اكس او شحال؟ 3 على ايغريك اف، اولا ايغريك اف اللي هي ناقص 4 ناقص ايغريك او اللي هي 5، واخيرا او اف 6 ناقص 3 3، وناقص 4 ناقص 5 ناقص 9. وبالتالي إحداثيات المتجهة أف هي 3 ناقص 9. إذن هذا بالطريقة، الطريقة باش خصنا نكتبو الجواب ديالنا. دابا غادي ندوز لمسألة أخرى اللي هي مسألة الموالية، اللي هي من بعد ما درنا إحداثيات متجهة غندوزو المسافة بين نقطتين. إذن المسافة بين نقطتين باش نحاولو نفهموها مزيان، كما العادة ضروري ما غادي نخدمو بأمثلة، غادي ناخد كما العادة معلم متعامد ممنظم. فلا إذن غادي نحاول أو هنا واحد وهنا واحد، فلا السهم الأول السهم الثاني، وغادي ناخد واحد نقطتين. مثلا ناخذ هنايا النقطه ا، ديما كنحاول ناخذ غير امثله بسط حيت ما كيهمنيش الاحداثيات ديال النقط، اللي كيهمني هو انه القاعده نلقاوها بشكل صحيح. دونك مثلا النقطه ب هنايا غنوضعها هنايا، فوالا مثلا هذه النقطه ب وهذه النقطه ا. اذا شنو غتلاحظوا معايا؟ شنو باغيين نحسبوا حنايا؟ باغيين نحسبوا المسافة أبي اللي هي هادي. فباش نفهمها مزيان اش غادي ندير؟ لاحظوا معايا، غنحاول نكمل واحد ان تريونغل مثلث. اذا غادي نحاولوا نكملوا واحد المثلث، لاحظ معايا هاد المثلث هذا كي داير. فوالا اذا كملنا
مثلث قائم الزاويه. اذا الا كملنا مثلث قائم الزاويه، هاد ابي هادي علاش تنقلبوا حنايا؟ شنو غادي تكون هاد ابي؟ غتكون هي الوتر ديالو، الوتر ديال هاد المثلث قائم الزاويه هذا، فهمنا؟ اذا وإذا كانت الوتر ديالو، ما نساوش انه ممكن في مثلث قائم الزاويه ممكن نطبقوا مبرهنات في تاغورس. اذا هادشي كله ما كيهمكمش، ماشي ما كيهمكمش، ما نعاودوش نضيعوا فيه الوقت بزاف لان ديجا راكم دايرينه. ف الا كانت مبرهنات في تاغورس على هاد المثلث هذا، اش غتعطيني؟ مربع الوتر، فهمنا؟ يعني المسافه الاولى اللي هي ا بي او سي 2 مربع الوتر غتساوي ليا، تساوي مثلا غنوضع واحد النقطه ام هنايا، المسافه ا ام او سي 2 زائد المسافه ام بي او سي 2 مربع الوتر يساوي مربعي مجموع مربعي ضلعي الزاويه القائمه. هاد المسافه ا بي هي علاش تنقلبوا؟ ثم بالنسبه للمسافه ا ام، هي هاد المسافه هادي من هنايا، من هنا حتى لهنا، شكون هي؟ هي هنا مثلا عندي ثلاثة وهنايا عندي واحد، هي هاد المسافة هادي. وهاد المسافة شحال؟ جوج. منين جات جوج؟ جات من ثلاثة ناقص واحد، يعني بحال إلا بغينا نقولو أم هي ثلاثة ناقص واحد أس اثنان زائد أم بي هي هادي، هاد المسافة من هنا حتى لهنا اللي هي هادي، حيث هنا جوج، إذن زائد جوج ناقص واحد أس اثنان. بالتالي شنو غادي تعطيني؟ غتعطيني أن أ بي غتساوي لاغاسين أو الجذر مربع ديال هادشي كله، ثلاثة ناقص واحد أس اثنان زائد جوج ناقص واحد الكل أس اثنان، ثلاثة ناقص واحد هي جوج أس اثنان، إذا أ بي تساوي هنا لاحظ معايا راح يدنا أس اثنان حيت درنا الجذر. جوج أس اثنان زائد اثنان ناقص واحد هي واحد أس اثنان اللي هي راسين خمسة، وغتبقى هكاك لأن في هاد الحالة جذر مربع خمسة ماشي عدد، ماشي مربع كامل. إذا شنو اللي كيهمنا حنا؟ ماشي هو التطبيق العددي نهائيا، اللي كيهمني هو القاعدة بشكل عام اللي هي هادي، غنخرجوها من هنايا. شنو عندي؟ أ بي تساوي درنا جذر مربع، مور ما حيدنا أس اثنان درنا جذر مربع، يعني أ بي تساوي جذر مربع شنو؟ ثلاثة ناقص واحد، شكون هي ثلاثة؟ ثلاثة هي أفصول النقطة بي، يعني إكس بي ناقص الواحد اللي هو إكس أ، وعندي الكل أس اثنان، زائد عاوتاني الإثنان شكون هي؟ هي إكراك بي ناقص الواحد شكون هو؟ إكراك أ، الكل أس اثنان. يعني شنو درنا؟ الفرق ديال الأفصولين الكل أس اثنان زائد الفرق ديال الأرتبين الكل أس اثنان. لاحظ معايا أنني هنا ما ركزتلكش على حاجة اللي كنت ركزت عليها فيما يخص المتجهة، ما قلتلكش ضروري خصك تبدا بي. هنا في المسافة ما كيتخلقش مشكل، علاش؟ حيت كاين عندي الأس اثنان، يعني واخا ما تبداش بالبي تبدا بأ ماشي مشكل. بالأس اثنان العدد والمقابل ديالو راه عندهم نفس المربع. إذا هذا بالنسبة للقاعدة العامة باش تنحسبو واحد المسافة. غادي ندوز لآخر حاجة عندكم فيما يخص البروغرام ديال السنة الثالثة، اللي هي إحداثيتي منتصف قطعة. إذا وكما العادة أكيد فغادي ناخدو مثال، مثلا هذا معلم متعامد ومنظم، غناخد الواحد هنايا والواحد نفس المسافة هنايا، دونك هذا معلم متعامد ومنظم. فغادي ناخد النقطة أ هنايا، كما قلنا ديما كنمشيو غير بالأمثلة البسيطة، فوالا. والنقطة مثلا النقطة ب هنايا بي أ، إذا أ غنخرجو بعدا الإحداثيات كما العادة، الأ إحداثيتها واحد واحد، بي إحداثيتها ثلاثة جوج، فوالا. إذا فأشنو غادي ندير باش نحدد المنتصف ديال هاد القطعة هادي؟ غنشأ القطعة، فوالا، وغنحدد المنتصف ديالها مانيوالمون، يعني باستعمال المسطرة.
غنلقى ان المنتصف ديالها هو هنا مثلا غنسميوه اي. فهمنا؟ اذا ف كيفاش غادي ندير نلقى الاحداثيه ديال هذه النقطه اي؟ فهاد الشيء كنعرفوه، غنسقط النقطه اي على محور الافاصيل غتعطيني اكس اي، وغنسقطها على محور الاراتيب غتعطيني ايكغيك اي. فهمنا؟ غادي نجي نشوف الاكس اي والايكغيك اي شحال. اشنو لقينا؟ هاد الشيء غيعطيني ان اي احداثيتها، لاحظوا معايا هنا شحال؟ جوج، و الارتوب ديالها واحد اونص حسب الشكل. غنجيو نشوفو هاد الجوج الواحد اونص منين جاو. فهنايا شحال كان افصول ا؟ واحد. شحال كان افصول بي؟ ثلاثة. اذا اشنو درنا الافصول ا وافصول بي باش عطاوني جوج؟ فكاين اللي غيقول لي درنا 3 ناقص 1، بالعاني خديت انا هذا المثال الخاص هذا حيت كاين اللي غيقول لي درنا 3 ناقص 1. الا كنا درنا 3 ناقص 1 فراه غنلقاو نفس الشيء حتى في الارتب. الارتب الاول عندي هنايا هو جوج، والارتب الثاني هو واحد. ايوا الا درنا جوج ناقص 1 ما غتعطيناش هاد 1.5 هادي. اذا اشنو درنا؟ جمعنا 3 مع 1 وقسمناه على جوج، سميتو منتصف، يعني اكيد غتكون في قسمه على اثنان، النصف الا بغينا نقول. دونك جمعنا الاي منين جات؟ الاي 2 جات من 3، جمعناها مع 1 وقسمنا على جوج. غتلاحظوا معايا اننا درنا نفس الشيء بالنسبه للارتبين، راه غنلقاو كذلك الارتب ديال النقطه اي. اذا فارتب بي شكون هو؟ 2. اذا الا درتي 2 وجمعتي مع ارتب او قسمتي على جوج، شنو غتعطي؟ غتعطيك اي 3 زائد 1 4 على 2، وهذه 3 على 2 اللي هي فريمون 2 و 1.5. تفهمنا؟ يعني اخيرا غنحاولوا نستخرجوا الاحداثيات ديال واحد النقطه اي اللي هي منتصف قطعه. اش كنديروا؟ شنو درنا؟ درنا 3 زائد 1، يعني جمعنا الافصولين، يعني اكس ا زائد اكس بي، وكذلك انا عندي مجموع يعني سبق لي بغيتي، مقسومه على 2، و ايغريك ا زائد ايغريك بي مقسومه على 2. فوالا. اذا تبقى لي مساله اخيره فيما يخص هذا المعلم في المستوى، راه ماشي ديما ضروري خصك تنشأ عاد تحسب، راه لا بالنسبة لإحداثيتي متجهة، ولا بالنسبة للمسافة بين نقطتين، ولا بالنسبة لإحداثيتي منتصف قطعة، راه ماشي بالضرورة يكون عندك الشكل. وغناخدو مثال منه، مثال تطبيقي على منتصف قطعة، ومنه إثبات على هادشي اللي كنقول. راه ممكن ناخد ليك النقطة إم إحداثيتها مثلا 7 8، ونقطة إن إحداثيتها ناقص 3 مثلا 6. فغيكون عندك السؤال حدد إحداثيات مثلا ك منتصف ام ان. لاحظوا معايا انني ما عنديش اصلا النقط ام وان فين كاينين، فما كاينش مشكل نهائيا. اش كندير؟ كنحسب، كنحاول لدينا نكتبوا بعض المعطيات ام 7 8 و ان ناقص 3 6، وكنكتب الاحداثيه ديال النقطه ا بصفه عامه. عندي قلنا المجموع ديال الافصولين على 2، ومجموع الارتبين على 2. تفهمنا؟ وغادي نطبق ك اكس ام شحال 7 زائد اكس ان ناقص 3 على 2. هذا بالنسبه للافصول. ارتب ايغريك ام 8 ناقص إيكغيك إن 6 على 2. فوالا. وأخيرا كنحسب، فكا إحداثية ديالها 7 ناقص 3 4 4 على 2 2، وتمانية ناقص 6 2 2 على 2 1. وبالتالي هاد النقطتين هادو فإلا شئناهم في معلم متعامد منضم راه غيكونو هادو هما الإحداثيات ديال المنتصف ديال القطعة. وبهذا غادي يكون انتهى الفيديو ديالنا. إلا كاين شي سؤال كما العادة حاولوا أنكم تخليوهم لي في الكومنتير، ونلتقي إن شاء الله في فيديو آخر ودرس جديد إن شاء الله.